النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم في نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذه الليلة، توقعات حالة الطقس خلال اليومين القادمين، ومدى تأثر المملكة بالمنخفض الجوي المتوقع خلال يوم غد وبعد غد، وتوقعات تساقط الثلوج التي ينتظرها العديد منا في العديد من المدن الأردنية بما فيها العاصمة عمان. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لآخر صور الأقمار الصناعية والتي ترصد حركة السحب من الفضاء مباشرة لدينا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم من خلال هذه حركة السحب تمركز المنخفض الجوي السطحي حاليا نحو الغرب من جزيرة قبرص، وسيتحرك هذا المركز تدريجيا نحو الشرق نحو جزيرة قبرص ولاحقا إلى غرب الأراضي السورية خلال ساعات يوم غد الأربعاء بمشيئة الله، جالبا معه خلال حركته نحو الشرق كميات كبيرة من السحب المحملة بالأمطار والثلوج بمشيئة الله تعالى صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، صوب لبنان سوريا فلسطين، كذلك الحال المملكة بجميع مناطقها بمشيئة الله تعالى، ليمتد تأثير هذا المنخفض الجوي من الليلة القادمة، حيث تعبر أولى جبهات هذا المنخفض الجوي نحو ليلة الغد، حيث ستعبر الجبهة الهوائية الثانية الباردة الرئيسية التابعة لهذا النظام الجوي وتستمر في تأثيراتها حتى ظهيرة يوم الخميس. عفوا، نبدأ معكم الآن هذه النشرة الجوية أيضا باستعراض للنظام الجوي الذي ساهم بنشوء هذا المنخفض الجوي. هنالك مرتفع جوي في مناطق واسعة في القارة الأوروبية اندفعت على إثره كتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة من غرب روسيا، كلنا شاهدنا موسكو والدرجات الحرارة المتدنية فيها، كذلك الحال تراكم الثلوج فيها، أيضا الأراضي التركية خلال اليومين الماضيين، وأخيرا العاصمة اليونانية أثينا شهدت تساقط كثيف للثلوج. جميع هذا الهواء البارد في طريقه نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وسيحمل في طريقه مزيدا من التعمق بمشيئة الله تعالى ليصل ذروة الهواء البارد صوب جزيرة قبرص، حيث يتمركز هذا المنخفض الجوي المصنف حاليا ضمن مؤشر طقس العرب من الدرجة الرابعة، أي عالي الفعالية ضمن مؤشر يمتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية. يتبع هذا المنخفض الجوي بحسب آخر التحديثات الحالية الدرجة الرابعة، وكتلة هوائية قطبية المنشأ كما تحدثنا تندفع خلف أولى الجبهات الهوائية الباردة التي ستعبر المملكة بمشيئة الله تعالى خلال ساعات الليلة القادمة. نلاحظ معكم أيضا هذه الجبهة الهوائية الباردة الثانية الفعالة الرئيسية تستعبر البلاد بمشيئة الله اعتبارا من ساعات عصر ومساء غدا الأربعاء، تمتد في تأثيراتها حتى ظهيرة يوم الخميس بعد الغد بمشيئة الله تعالى. نلاحظ معكم من خلال هذه الصورة كميات الأمطار والثلوج المذابة المحولة إلى أمطار التي سيجلبها هذا المنخفض الجوي نحو المملكة، مشكلة بذلك دفعة قوية للموسم المطري الذي حاليا يشكل تقريبا ما هو معدل الأمطار في جميع مناطق المملكة بمشيئة الله عدا المنطقة الجنوبية. هنالك دفعة لكميات الأمطار في مختلف مناطق المملكة، نلاحظ معكم كميات أمطار تقترب من حاجز 100 مليمتر بمشيئة الله، أيضا الثلوج المذابة خلال اليومين القادمين وحتى ساعات صباح الجمعة. نلاحظ معكم إربد، عجلون، جرش، حتى البلقاء والعاصمة عمان متوقع أن تسجل كمية أمطار خلال الثلاث أيام القادمة قرابة 100 مليمتر، كذلك الحال الرقم قريب في محافظة مادبة، أيضا غرب الزرقاء كذلك الحال، في الكرك والطفيلة يقترب تقريبا من 50 أو 60 مليمتر، كذلك الحال الأمطار تصل إلى مرتفعات الشرافي محافظة معان، وحتى العقبة بمرتفعاتها ربما تشهد أيضا تساقطا خفيفا للثلوج بمرتفعات محافظة العقبة العالية، حتى مناطق البادية الشرقية ستشهد تساقطا للأمطار والثلوج. ختاما نتحدث الآن
عن هذه الخريطة التي ينتظرها العديد منا منذ 5 أو 6 سنوات ماضية، حيث تعتبر هذه الفرصة كما تحدث الزملاء مرارا وتكرارا هي الأكبر والأعلى فرصا لتساقط وتراكم الثلوج بمشيئة الله تعالى منذ العام 2015 تحديدا منذ العاصفة الثلجية جنة حتى تاريخ هذا اليوم. تعتبر هذه هي الفرصة الأعلى إن شاء الله لتساقط الثلج. نلاحظ معكم من خلال هذا المخطط الخاص بتساقط الثلوج من الليلة القادمة الثلاثاء الأربعاء وحتى الخميس، نتدرج معكم ضمن هذا المؤشر اعتبارا من ساعات الليل القادمة. نلاحظ معكم تدني مستوى تساقط الثلوج مع ساعات الفجر يوم غد الأربعاء ليصل تقريبا إلى قرابة 800 متر عن سطح البحر. أيضا نلاحظ معكم شدة الهطولات المتوقعة الثلجية كانت أو المطرية، هنا نتحدث عن الثلوج، هناك توقعات بغزارة ما بين متوسطة إلى غزيرة إن شاء الله من الثلوج مع ساعات فجر وصباح يوم الغد تحديدا فوق المناطق الشمالية المرتفعات الجبلية الشمالية التي ترتفع أكثر من 800 متر عن سطح البحر، يكون التراكم واضحا أيضا بطبيعة الحال بزيادة ارتفاع عن سطح البحر في تلك المناطق، نقصد هنا مرتفعات جرش وعجلون. أيضا المنطقة الوسطى مرتفعات العاصمة عمان والبلقاء بمشيئة الله ستشهد تساقطا للثلوج خلال ساعات الليلة القادمة المتأخرة، ولا يستبعد أيضا تراكمها مع ساعات صباح الغد في المناطق المرتفعة من العاصمة عمان والبلقاء كما هو مبين هنا مع تساقطات متوسطة للثلوج، كذلك الحال مرتفعات جنوب المملكة. هنا تنتهي مع ساعات الصباح المتأخر الجبهة الهوائية الباردة الأولى التابعة لهذا النظام الجوي، حيث نلاحظ معكم تراجع شدة الهطولات المطرية والثلجية مع ساعات ما قبل الظهيرة في عموم مناطق المملكة عدا المنطقة الشمالية وأجزاء من مرتفعات العاصمة عمان والبلقاء بمشيئة الله، لكن هذا التراجع هو تراجع مؤقت، تراجع يسبق الجبهة الهوائية الباردة الثانية الفعالة الرئيسية التابعة لهذا النظام الجوي، ستبدأ بمشيئة الله مع ساعات عصر يوم غد الأربعاء، تمتد صراحة لفترة طويلة نسبيا حتى ساعات ما قبل ظهيرة يوم بعد غد الخميس تقريبا لفترة تزيد عن 18 ساعة متواصلة من التساقط المطري وربما الثلج بمشيئة الله تعالى في مناطق عديدة من المملكة، حيث نلاحظ معكم عدة فترات ضمن هذه الفترة ما بين الساعة 6 تقريبا من مساء يوم غد الأربعاء وحتى منتصف الليل تساقط الثلوج والأمطار متوقع أن يكون بوتيرة كثيفة وغزيرة في خلال هذه الفترة بمشيئة الله تعالى خلال الجبهة الهوائية الباردة الثانية. هذا المنظر طالما انتظرناه هنا في طقس العرب كذلك انتظرتموه إخواني المتابعين، نلاحظ معكم درجة حرارة الصغرى المتوقعة الليلة القادمة درجة مئوية واحدة فقط في العاصمة عمان تكون دون حاجز الصفر المئوي مع ساعات فجر يوم غد الأربعاء في مرتفعات العاصمة عمان، وبالتالي تحول الأمطار التي تهطل حاليا بحمد الله إلى ثلوج، توقعات أيضا بهبوب رياح قوية خلال الليلة القادمة تصل في هباتها إلى حاجز 100 كيلومتر في الساعة بمشيئة الله تعالى، كذلك نلاحظ الحارة الملموسة قرابة 8 درجات مئوية تحت الصفر بفعل شدة الرياح الكبيرة. انظروا معي توقعات يوم الأربعاء، توقعات بتجدد تساقط الثلوج مع ساعات بعد الظهر وساعات ليلة الأربعاء الخميس، هذه الصورة طالما انتظرناها ثلوج كثيفة متوقعة بمشيئة الله تعالى فوق العديد من المرتفعات الجبلية تزيد ارتفاعها عن 800 متر عن سطح البحر، تشمل بذلك بمشيئة الله أجزاء واسعة من العاصمة عمان، كذلك حال العديد من المدن الأردنية، ودرجة مئوية واحدة تحت الصفر هي الدرجة المتوقعة ليلة الأربعاء الخميس مع تساقط ثلج كثيف وحدوث تراكمات للثلوج في المناطق ترتفع أكثر من 800 متر سطح البحر. يوم الخميس مع ساعة الظهيرة كما تحدثنا ينتهي تأثير الجبهة الهوائية الباردة الثانية الفعالة، لكن تستمر المرتفعات الجبلية العالية التي ترتفع 900 أو 1000 متر سطح البحر باستقبال زخات ثلجية ما بين خفيفة إلى متوسط الشدة حتى بعيدة ساعات ظهيرة يوم الجمعة، لتنخفض الصغرى مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة إلى درجتين مئويتين مع استمرار تساقط الأمطار فوق العديد من المناطق تكون على هيئة ثلوج ذائبة في المرتفعات الجبلية العالية في المملكة بما في ذلك مرتفعات العاصمة عمان. أيضا هذا الكلام مطبق على يوم الجمعة، تستمر الأمطار بالهطول بمشيئة الله تعالى تكون على هيئة أمطار مخلوطة في الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية بما فيها مرتفعات العاصمة عمان بمشيئة الله، لكن بطبيعة الحال دون حدوث تراكمات نظرا لارتفاع درجات الحارة السطحية، كذلك حال مغادرة الكتلة الهوائية قطبية المنشأ المملكة مع ساعات ظهيرة
يوم غد الخميس بمشيئة الله. أمطار رحمة وثلوج جميلة نتمناها لجميعكم. عيشوا هذه الأيام بنقاء وبصفاء، وشاهدوا معنا هذا الزهر الأبيض يكتسي ويزور كافة أو أغلب مناطق المملكة بمشيئة الله. دمتم برعاية الله.